بعد أن فرغنا من الكلام على التواتر نبدأ الآن في بقية الأقسام التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى، ونقرأ المقطع ثم نعلق عليه. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. والثالث العزيز، وهو طيب، إذن القسم الثاني هو المشهور، وهو أول أقسام الآحاد. إذن عرفنا أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر فرغنا منه، جئنا لخبر الآحاد. الآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، فهو يتكلم الآن على المشهور، فيقول: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. لاحظوا محصورة، لأنها لو لم تكن محصورة فسيكون متواترا. فهذه الطرق المحصورة بأكثر من اثنين بشرط أن لا تبلغ حد التواتر، ولهذا يعرف الخبر المشهور بأنه ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. هذا بناء على ما اختاره الحافظ بن حجر وبعض من رأى هذا الرأي، بأن المشهور رواية الثلاثة فأكثر. لكن هناك قول حكاه ابن الصلاح ونسبه لابن مندة، بأن العزيز رواية الاثنين والثلاثة أيضا، وهذا كما ذكرت لكم سابقا أنه هو الذي ارتضاه ابن الملقن وقرره وبنى عليه البيقوني في منظومته، بأن المشهور مروي اثنين أو ثلاثة. العزيز مروي اثنين أو ثلاثة، أنا تكلمت على المشهور، العزيز هو مروي اثنين أو ثلاثة، وأن الشهرة لا تكون إلا بما فوق ثلاثة، يعني أربعة فأكثر. لكن حافظ بن حجر يرى أن رواية الثلاثة تكون مشهورة أيضا، وكلامه هنا واضح بقوله ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما قال بأكثر من ثلاثة، قال بأكثر من اثنين. الأكثر من اثنين الثلاثة، إذن الثلاثة تكون أو يكون الخبر بها مشهورا. قال: وهو المشهور عند المحدثين، هذا دليل على أن هناك ما هو مشهور عند المحدثين وما هو مشهور عند غير المحدثين. المشهور عند المحدثين بالالتفات إلى عدد الطرق، أما غير المحدثين فينظرون نظرة أخرى، يعني نظرة غير مبنية على تعدد الطرق، مثل ما أشار إليه فيما يتعلق بالمشهور على الألسنة. ثم ذكر أن المشهور يسمى عند بعضهم المستفيض، وهذا الاستخدام في الحقيقة قليل، إلا أن يأتي لا بتسمية، مثل أن يقال مثلا: وهذا خبر قد استفاضت طرقه. فإذا قال قد استفاضت طرقه،
كأنه يومئ إلى أنه قد اشتهرت طرقه، لكن هل وصلت هذه الشهرة أو هذه الاستفاضة إلى هذا الحد، أو يمكن أن يكون عزيزا؟ يمكن أن يكون مثلا في أصله عزيزا، مثلا أن يكون مثل أن يكون مرويا عن صحابيين ثم بعد ذلك يشتهر، هذا محتمل. ولا يمنع أيضا من دخول المتواتر في هذا الكلام حينما يقول وقد استفاضت طرقه، مثل أن يقول قد تواترت طرقه ولكن لم يعبر بالتواتر لكونه مثلا لم يتحقق منه أو لكونه احترز عن هذا الإطلاق فعبر بهذا التعبير. أما أن يكون هناك من يسمي المشهور مستفيضا تسمية اصطلاحية فهذا نادر، يبدو أنه يوجد في كتب الحنفية خاصة كتب الأصول كانوا يعبرون بهذا، والحافظ أشار إلى أن هناك من غاير على كيفية أخرى، يعني غاير بين المستفيض والمشهور على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. إذن يبدو أنه يقول إن هذا مبحوث في كتب أصول الفقه فلا علاقة له بتعدد الطرق. يبدو والعلم عند الله تعالى أن من جملة ما يجعلهم يطلقون عليه اسم المستفيض أن يكون الخبر جاء عن بعض الصحابة لكن لم تتوفر صفات التواتر في هؤلاء الصحابة في عددهم، ولكن جاء التواتر في من بعد ذلك، يعني رواه عن هؤلاء الصحابة عدد من التابعين ثم عن التابعين عدد كثير فصار متواترا إلا في طبقة الصحابة فعبروا بهذا التعبير. أنا يعني وقفت على شيء من هذا في القديم ولكني لم أعنى به لعدم وجوده في كتب علوم الحديث، فصار الخوض فيه يعني ليس فيه تلك الفائدة التي تجعل الإنسان يحرر مثل هذا أو يتتبعه، والله تعالى أعلم. على كل حال إشارة الحافظ ابن حجر هنا تدل على أنه وقف على مثل هذه التسمية وأنها على ثلاثة أنحاء مثل ما ذكر، فمنهم من يطلق المستفيض على المشهور فيكون من باب الترادف اللفظي، سواء سميناه مشهورا أو مستفيضا فكله بمعنى واحد فهو بناء على هذا التعريف، وهو ما رواه ثلاثة في أكثر ولم يبلغ حد التواتر. وهناك من يقول إن المستفيض هو ما استوى طرفاه، يعني مثلا أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة وهكذا. وهناك من يقول العكس، يقول المشهور هو الذي استوى طرفاه وإذا لم يستوي الطرفان فإن هذا هو المستفيض. المقصود بعدم استواء الأطراف أن لا يقل العدد في طبقة من الطبقات عن ثلاثة لكن ممكن أن يزيد، فلو رواه مثلا ثلاثة من الصحابة وعن الثلاثة رواه ستة من التابعين وعن هؤلاء الستة رواه 12 من أتباع التابعين وهكذا فإن هذا يسمى مشهورا. لكن هل يطلق عليه مستفيضا أو لا بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه، فعلى أحد الأقوال يمكن أن يقال عنه إنه مستفيض ومشهور في آن واحد سواء استوى الطرفان أو اختلفت الطبقات. وبناء على قول فإنه يقال لهذا الذي بهذه الصفة ثلاثة ثم عنهم ستة ثم عنهم 12 وهلم جرة يقال له مستفيض ولا يقال له مستفيض ولا يقال له مشهور، والعكس كذلك يقال له مشهور ولا يقال له مستفيض. ولعدم شهرة مثل هذا الكلام وهذه التقسيمات
فإن الفائدة منه تكون محدودة. قال: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، وهو المشهور عند المحدثين وما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. إذن المشهور عند المحدثين لا ينظر فيه إلى الطرق بل ولا إلى الصحة، وإنما ينظر فيه إلى ما شاع واشتهر، إما عند فئام الناس وإما عند طبقة معينة منهم. فهناك ما هو مشهور عند عامة الناس بما فيهم العلماء عند الجميع، يعني مثل حديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومنه ما هو مشهور عند أهل فن مخصوص، فمنه ما هو مشهور عند المحدثين، منه ما هو مشهور عند الفقهاء، منه ما هو مشهور عند الأصوليين، منه ما هو مشهور عند أهل اللغة، وهكذا. يمثلون للمشهور عند المحدثين بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على بعض القبائل من العرب على رعلة وذكوان وعصية الذين قتلوا القراء في بئر معونة. هذا مشهور عند المحدثين لكنه لم يشتهر عند غيرهم. ومنه ما هو مشهور عند الفقهاء مثل حديث: أبغض الحلال عند الله الطلاق. ومنه ما هو مشهور عند الأصوليين مثل حديث: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومنه ما هو مشهور عند أهل اللغة مثل حديث: نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه. وأقول بل الأولى من هذا، لأن هذا في الحقيقة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، ولكن الأولى أن يمثل، ولم أرهم مثلوا بهذا في المشهور عند أهل اللغة، ينبغي أن يمثل بحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فهذا هو الذي اشتهر عند أهل اللغة حتى صارت التسمية المستقبحة عندهم مستبدلة بهذا الحديث، فصاروا يقولون هذا بناء على لغة يتعاقبون فيكم، بدلا من يقولوا لغة أكلوني البراغيث قالوا هذا بناء على لغة يتعاقبون فيكم. إذن هذا دليل على أن هذا الحديث صار مشهورا عند أهل اللغة. ومن خلال هذا كله فإن الشهرة على الألسنة لا يلزم منها صحة الحديث، بل قد يكون الحديث متواترا وقد يكون صحيحا غير متواتر وهو مخرج في الصحيحين، وقد يكون صحيحا وغير مخرج في الصحيحين، وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، بل قد يكون موضوعا، بل قد يكون لا أصل له، يعني لا يوجد له إسناد، يعني لأنه ليس بحديث. ومن نظر في الكتب التي صنفت في هذا عرف أن هناك من الأحاديث فيها هذه الأصناف كلها. فمن أكثر الكتب جمعا للأحاديث التي اشتهرت على الألسنة كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني. ولكن العجلوني اعتمد على كتاب الحافظ السخاوي وهو المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة، والسخاوي يتوسع في تخريج الحديث وذكر طرقه ليبين الحكم عليه. فالعجلوني جاء واختصر كلام السخاوي وزاد عليه أحاديث، بحيث صار كتاب العجلوني أكثر من ضعف كتاب السخاوي من حيث عدد الأحاديث، لكن طبيعة الحديث الواحد تجد أنها مستوفاة في كتاب السخاوي أكثر من
كتاب العجلوني، بل إذا نظرت للحديث الذي زاده العجلوني على السخاوي لا تجد النفس الحديثي في ذلك الحديث مثل النفس الحديثي في الحديث الذي يوجد عند السخاوي. فالسخاوي يعني إمام وناقد، وتخريجه لهذه الأحاديث جيد، بحيث إنه أحيانا يتلمس الأصل لذلك الحديث، لأن بعض الأحاديث لا يوجد بذلك اللفظ، فيحاول أن يوجد بعض الأحاديث التي تقاربه في المعنى ليقول إن أصل هذا الحديث هو الحديث الفلاني. وكما قلت منها ما لا أصل له، وهذا يبينه سواء السخاوي أو العجلوني أو غيرهم ممن صنف في هذا الباب، ولكن أشهر المصنفات في هذا هما هذان الكتابان، المقاصد الحسنة وكشف الخفاء، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده. والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، ثم تفرد محمد بن إبراهيم، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط إلى أن ينتهي لا يوجد أصلا فيمكن أن يسلم. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. إذن هذا هو مبحث الحديث العزيز الذي عرفه الحافظ رحمة الله تعالى عليه بقوله: وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وفي قوله أن لا يرويه أقل بأنه لا بأس أن يرويه أكثر، لكن بشرط أن لا يقل العدد عن اثنين، وهذا ولو في طبقة من الطبقات، يعني لو أن جميع الطبقات فيها أكثر من اثنين، وإنما تحقق هذا العدد في طبقة من الطبقات كطبقة الصحابة، فإنه يصدق عليه أن يكون عزيزا. وقيل إنه سمي عزيزا لقلته وندرته،
وقيل بل إنه سمي عزيزا لأن كل واحد من الاثنين يعزز رواية الآخر، يعني يقويها، كما قال الله جل وعلا: فعززنا بثالث، يعني قوينا بثالث. وكلا المعنيين صحيح، سواء بالالتفات إلى هذا المعنى أو بالالتفات إلى المعنى الآخر، ولا يمنع أن يكون كلا المعنيين مراد، لا يمنع أن يكون كلا المعنيين مرادا. قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني أن العزة ليست شرطا لأن يكون الحديث صحيحا، بل يمكن أن يكون الحديث صحيحا ولو لم يكن عزيزا. فما لم يكن عزيزا ماذا سيكون؟ الغريب، الفرد، خبر الواحد. وهذا دليل على أن الحافظ رحمة الله تعالى عليه حينما ذكر ما ذكره من الكلام على المتواتر لا يعني أنه لا يصح الحديث إلا أن يكون متواترا، ولا يعني أنه لا يجب العمل به، وإنما يناقش مسألة مطروقة عند من قبله، ومثل ما رأينا أنه طرقها ابن الصلاح، بل طرقها غير ابن الصلاح، لأن هذا الكلام موجود عند الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، وعند ابن عبد البر، وأظنه في مقدمة التمهيد أو في جامع بيان العلم، لكن كلاهما قد تحدث في كتاب جامع بيان العلم. نعم، في كتاب جامع بيان العلم تحدث ابن عبد البر عن المتواتر. فالكلام على المتواتر موجود عند من تقدم من أهل العلم، لكن كما ذكرت لكم إنهم لم يتكلموا على المتواتر بهذه الشروط التي تحدثنا عنها، وإنما يتحدثون عن تقسيم الخبر إلى متواتر وأحد. وذكرت لكم أنه لا اعتراض على هذه التسمية إذا لم تفضي إلى معنى فاسد، أما إذا استخدمت استخداما فاسدا كاستخدام المعتزلة في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مرفوض. وبهذا التوسط نستطيع فعلا أن نأخذ بتلابيب هذا المبحث، وبخاصة بأفهام أهل العلم الذين ناقشوا مثل هذه القضايا. ومن أحسن من ناقشها شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، لا أقول هذا تعصبا، ولكن من نظر في الكتب التي تحدثت عن هذا يجد أن كلامهما عنه كان بإسهاب، خاصة ابن القيم في الصواعق، وكتاب الصواعق الذي طبع ناقص لم يكتمل، فوجد كلام ابن القيم في المختصر، مختصر الصواعق، وهذا دليل على أن المختصر قد اختصر كلام ابن القيم، مع العلم أنه طويل لو رجعتم إليه، فكيف لو ظفرنا به بأكمله سيكون فيه فوائد شتى. ومما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا وأكد عليه كثيرا أنه يرجع في القضاء بالتواتر من عدمه إلى أهل الاختصاص وهم المحدثون، فما قضى عليه المحدثون بأنه متواتر فهو متواتر، وما قضوا عليه بأنه ليس بمتواتر فهو ليس بمتواتر. وهو يومئ بهذا إلى أن كلام غير المحدثين في رد بعض الأحاديث بحجة أنها غير متواترة لا يعبأ به، فإذا قال المحدثون بأنه متواتر فهم حجة على غيرهم، ولا يكون حجة غيرهم حجة عليهم. وله كلام متين في هذا لمن أراد أن يراجعه. وعلى كل حال، فالحافظ ابن حجر رحمه الله من الواضح من تطبيقاته العملية ومن تقريراته ومن جملة ذلك ما سيذكره في حجية أخبار الآحاد
كما ذكرت لكم قبل قليل من أنه أخذ هذا عن شيخ الإسلام بن تيمية فيما يظهر، و شيخ الإسلام بن تيمية فمن الواضح أنه أخذه عنه، ولكن يمكن أن يكون امتنع من ذكر اسمه لأن ذلك الوقت الذي عاش فيه الحافظ بن حجر كان هناك من يقول إن من سمى بن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، يعني انظروا إلى الغلو، نسأل الله العافية، يعني مجرد أن تسمي ابن تيمية شيخ الإسلام فأنت كافر. فإذا كان هذا في مجرد التسمية فما بالك بالاحتجاج بأقواله أو بذكر أقواله مثل ما نراه الآن من الحساسية في هذا العصر لأسباب عدة ومن أهمها الأسباب السياسية مثلا، فقد يمتنع الإنسان من ذكر بعض الأشخاص حتى لا يثير عليه إشكالا وهلم جرا، وهذه الحساسية موجودة، حتى قالوا إنها موجودة في وقت الدولة الأموية عند بعض أهل العلم الذين يرسلون الأحاديث مثل ما قالوه عن الحسن البصري في مراسيله أو ربما غيره أنه لا يذكر الصحابي لأن بني أمية كانوا لا يريدون ذكر علي بن أبي طالب. هذا فيه ما قيل، ويبدو أن مثل هذا فيه مبالغة، وإن كان أصل الموضوع صحيحا من وجود الاختلاف بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، لكن أن يصل إلى هذا الحد حتى وإن قيل، لكن يثبت منه ومن يحاول أن يتفهم هل هذا في جميع عصر بني أمية أو يمكن أن يكون من بعض المتعسفين كالحجاج بن يوسف، وهو يعني حاكم من حكام بني أمية وليس هو الحاكم الرأس، إنما الذي كان رأسا في وقته هو عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك. طيب، إذن وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، إذن هذا يدل على أن الصحيح قد يكون خبر واحد يعني غريبا. طيب، من الذي زعم هذا؟ قال وهو أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي من رؤوس المعتزلة، وحكي عنه أنه لا يقبل أو لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا روي من طريقين. وأقول إن كان قال هذا فكثر خيره، عساه يقبل هذا. يعني المعتزلة قلنا إنهم يتعسفون وأحدثوا هذا المبحث، مبحث التواتر، ليضيقوا دائرة الاحتجاج بالسنة مثل ما مثلت بحديث الشفاعة والرؤية وغيرها. فإذا كان الجبائي سيقبل الخبر إذا جاء من طريقين فنقول هذا تقدم، لكن ينبغي في مثل هذه الإطلاقات أن يرجع إلى كلام صاحب الرجل الذي نقل عنه هذا الكلام. والسبب ما سيأتي إن شاء الله تعالى في التعليق على كلام ابن حبان، كيف أن الكلام ينقل عن الرجل وهو لم يرد هذا المعنى. فنحن نحتاج إلى الوقوف على كلام أبي علي الجبائي، قد يكون قال كلاما أحسن من هذا، وقد يكون قال هذا كلام، وقد يكون قال ما هو أسوأ منه، الله أعلم بذلك. قال وإليه يومئ كلام الحاكم. طبعا كلام الحاكم ليس تأييدا لأبي علي الجبائي، لا، وإنما يقول وإلى هذا المعنى يومئ كلام الحاكم، وهو اشتراط العدد في الرواية، واشتراط العدد يكون برواية اثنين فأكثر، يعني على الأقل لابد أن يكون مرويا من طريقين. وإليه، إذن الضمير في وإليه يعود إلى العدد. وإليه يوم كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يروي الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. كلام أبي عبد الله الحاكم هذا ذكر عنه فيما يتعلق بالعدد في الرواية، يعني أن الحديث
وهو يتحدث عن الصحيحين، أن الحديث لا يكون صحيحا إلا بأن يكون مرويا من طريقين فأكثر. ولكن من المستحيل أن يكون أبو عبد الله الحاكم قال هذا الكلام بهذا المعنى، والسبب أنه من أعرف الناس بالصحيحين، وهو ممن ألف حول الصحيحين، فكتاب المستدرك ألفه حول الصحيحين، ولا يمكن أن يستدرك عليهما إلا بعد أن ينظر في الكتابين ويعرف أن هذا الحديث لا يوجد في الكتابين. نعم قد خانته الحافظة في بعض الأحاديث فأخرج بعض الأحاديث التي اتفق على صحتها، أو أخرج بعضها البخاري أو أخرج بعضها مسلم، ولكن المقدار الكبير من الكتاب كله مما لم يخرج في الصحيحين. ولا يمكن لأبي عبد الله الحاكم أن يخرج هذه الأحاديث إلا بعد أن ينظر في الصحيحين، بمعنى أنه يمكن أن يكون جمع مقدارا أكبر ثم لما بحث وجد أنها في الصحيحين فاستبعدها. كذلك أيضا هو ممن ألف كتاب المدخل إلى الصحيح، وهذا دليل، وهذا دليل على معرفته بالصحيح، بدليل أنه يبين أن هذا الراوي أخرج له احتجاجا وهذا أخرج له استشهادا ولم مجرا، وهذا لا يكون إلا بعد تتبع. فإذا كان ذلك كذلك فإن أول حديث وآخر حديث في البخاري فقط كلها ما وردت إلا من طريق واحد. أول حديث هو حديث إنما الأعمال بالنيات، ولم يرد إلا من طريق عمر، وآخر حديث هو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، وهو حديث أبي هريرة، ولم يرد إلا من طريقه، هذا فضلا عن الأحاديث الأخرى في ثنايا الكتاب، فضلا عن صحيح مسلم. هذا لا يخفى على أبي عبد الله الحاكم أبدا. والكلام الذي معنا نراه يتحدث عن الرجال ولا يتحدث عن الأحاديث. يقول: أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن، لا بأن هذه جملة تفسيرية، كيف يزول عنه اسم الجهالة؟ قال: بأن يكون له راويا. لا بد أن يكون الحديث الصحيح، أو لا بد أن يروي الحديث الصحيح راو زال عنه وصف الجهالة. كيف يزول عنه وصف الجهالة؟ قال: لا يزول عنه وصف الجهالة إلا إذا روى عنه اثنان فأكثر. بمعنى أن من لم يروي عنه إلا واحد فإنه لا يخرج له في الصحيح. هذا المعنى وإن كان منتقدا لكن الانتقاد عليه أخف بكثير من الانتقاد على المعنى السابق. والسبب أن من يمكن أن يعترض بهم على أبي عبد الله الحاكم في كلامه هذا قلة من الرواة الموجودين في الصحيحين. لكن يعترض عليه بوجود بعضهم، مثل المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه، وهو والد سعيد بن المسيب، فهو الذي روى حديث قصة وفاة أبي طالب، ولم يروي عنه سوى ابنه سعيد، فهذا ما روى عنه اثنان حتى يزول عنه هذا الوصف الذي ذكره أبو عبد الله الحاكم، بالإضافة لبعض الرواة الآخرين الذين لم يروي عنهم إلا واحد، لكنهم كما قلت قلة في الصحيحين، إنما وجودهم يمكن أن يعترض به على أبي عبد الله الحاكم. وعلى كل حال فالحديث هنا ليس عن العدد في الرواية، وإنما الحديث عن الرواة الذين يزول عنهم وصف الجهالة بما تتحقق العدالة أو بما تحصل العدالة. بعضهم يقول برواية اثنين، بعضهم يمكن أن يكتفي برواية واحد إذا صح الإسناد إلى ذلك الراوي، وبعضهم يقول يزول وصف الجهالة إذا كان الراوي عن هذا الراوي إماما مشهورا، فيفرقون بين الرواة حتى ولو كان الإسناد إليه
صحيحا. والصواب في هذا أنه ينزل الرجل منزلة الحديث والخبر، فكما أننا نحتج بخبر الواحد فكذلك أيضا نثبت عين وجود الراوي في الوجود إذا صح الإسناد إليه، سواء كان الراوي عنه إماما مشهورا أو دون ذلك، ما دام أنه ثقة أو صدوق. فحينما يحدثني مثلا أبو إسحاق السبيعي عن شيخ من شيوخه لم يروى عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، بعض أهل العلم بل يعده مجهولا، والمقصود بالجهالة هنا جهالة العين لا جهالة الحال، أما جهالة الحال فشأنها شأن آخر، هذه أخف، إنما الكلام الآن على جهالة العين. فبعضهم لا يرفع جهالة العين عن الراوي إلا برواية اثنين فصاعدا، والصحيح أنها تتحقق حتى برواية الواحد، كما حقق ذلك الحافظ ابن رجب في شرح العلل، ويوجد في التطبيقات في الصحيحين وفي غيره بعض الرواة الذين ليس للواحد منهم إلا راوي واحد، ومع ذلك يصحح حديثه. ما صحح أو تصحيح الحديث فرع عن توثيق ذلك الراوي ورفع جهالة العين عنه، وإلا لما حكم على ذلك الحديث بالصحة. وعلى كل حال فكلام أبي عبد الله الحاكم هنا عن الرواة وليس عن الأحاديث، فلا يعترض عليه بمثل هذه الاعتراضات. أما كلام أبي بكر بن العربي فإنه في الحقيقة يعني كلام غريب، فهو في شرحه للبخاري قال أو ذكر هذا الذي ذكره أو ذكر عن أبي علي الجبائي وعن أبي عبد الله الحاكم، وحينما جوبها بهذا الاعتراض بحديث إنما الأعمال بالنيات وأمثال من الأحاديث، قال عن حديث إنما الأعمال بالنيات إن عمر حدث به على المنبر، وهناك عدد من الصحابة قطعا ممن حضروا تلك الخطبة، وهؤلاء الصحابة ما اعترضوا، فهذا دليل على أنهم أقروه، أو يمكن أن يدخل فيما يسمى بالإجماع السكوتي. فهذا أخرج الحديث عن كونه غريبا، لكن الحافظ ابن حجر ذكر ما يعترض به على هذا، من أنه لو افترض هذا في طبقة عمر فماذا سنقول عن تفرد علقمة بن وقاص الليثي بهذا عن عمر؟ من الذي تابع علقمة في رواية هذا عن عمر أو عن من حضر تلك الخطبة من الصحابة؟ ليس هناك أحد. كذلك أيضا تفرد محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص، ليس هناك له متابع. وهكذا أيضا في يحيى بن سعيد الأنصاري في تفرده عن محمد بن إبراهيم التيمي بهذا الحديث، وإنما اشتهر الحديث بعد ذلك عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فكل هذه الاعتراضات لا يستطيع أن يجيب عنها أبو بكر ابن العربي، وبالتالي تبطل هذه الدعوة وهي اشتراط العدد في الرواية. فالحديث يمكن أن يكون صحيحا ولو كان من أخبار الأحاد، يعني لو كان قريبا. طيب، إذن هذا معنى كلامه وتعقب إلى آخره. وقال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، لكن ما دام أنه أجاب بذلك الجواب فبماذا سيجيب عن بقية الأحاديث؟ الآن هذا أول حديث، ماذا سيقول عن آخر حديث هو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان؟ يعني هل ما وقف على هذا أبو بكر بن عربي؟ بل بماذا سيجيب عن الأحاديث الأخرى في ثنايا الصحيح، مثل حديث قصة أبي طالب فإنه لم يرد إلا من طريق المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه، وغير ذلك من الأحاديث. يعني هناك أحاديث
كثيرة ما وردت إلا من طريق واحد. أما قوله بعد هذا: ودع ابن حبان نقيض دعواه، يعني نقيض ما ادعاه أبو بكر بن العربي رحمه الله الجميع، فماذا قال ابن حبان؟ قال: فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قال الحافظ: قلت إن أراد رواية اثنين فقط عن اثنين فقط إلى أن ينتهي لا يوجد أصلا فيمكن أن يسلم، يعني المقصود أن يستوي الطرفان، لا يزيد العدد في طبقة من الطبقات عن اثنين ولا ينقص، فهذا يمكن أن يسلم بأنه غير موجود. وأما صورة العزيز التي حررناها، يعني بأن لا يقل العدد في طبقة من اثنين عن أقل من اثنين، ومثل لذلك بحديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما الذي أمامنا، وهو مثال جيد. لكن هل ذكر ابن حبان هذا الذي نقله عنه الحافظ ابن حجر؟ أنا نقلت لكم قبل قليل عن ابن حبان رحمة الله تعالى عليه أنه يعترض على من يشترط التواتر في الحديث، ويقول إن جميع الأخبار آحاد على المثال الذي ذكرته لكم، اثنين يعني أن يروي الخبر اثنان وعن كل واحد من الاثنين اثنان وهلم جرى إلى الآخر. ابن حبان لا يتكلم الآن على شرط الحديث الصحيح أن يكون من رواية اثنين، ما قال هذا ولا ادعاه، بل كلامه يناقض هذا وصنيعه يناقض هذا. فكم في كتابه الصحيح من الحديث الذي لم يأتي إلا من طريق واحد ويخرجه في كتابه، لكن ابن حبان كما قلنا يرد على من لا يقبل أخبار الآحاد، فيقول الذي لا يقبل أخبار الآحاد فإنه سيرد السنة مطلقا، لأن السنة كلها أخبار آحاد، إذن سيكون هذا الشخص قرآنيا، يعني لا يأخذ إلا بالقرآن. ومن يقول إنه لا يأخذ بالقرآن هذا من السهل إسقاطه، سهل جدا أن يسقط. لماذا؟ لأنك تمسكه بكل ركن من أركان الإسلام العملية وتقيم عليه الحجة، فتقول له: أنت تؤمن بفرضية الصلاة؟ فإذا قال نعم قل عطني كم عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة. ماذا سيقول؟ هل سيقول خمس صلوات؟ ستقول له: أين الدليل؟ ما في القرآن دليل على أنها خمس صلوات. ثم تقول له: أعطني الدليل على أن الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتان، هات الدليل من كتاب الله، فلن يجد. ثم تأتي في صفة الصلاة، ثم تأخذه في باقي الأحكام، الزكاة والحج والصوم وهكذا. أي بمعنى أن من لم يأخذ إلا بالقرآن فإنه سيترك الإسلام، فلا إسلام بلا سنة أبدا، ما لا يمكن أن يكون هناك إسلام بلا سنة. والقرآن جاء بالكليات، يأتي بالقضية الكلية ويترك البيان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحكام التي فصل فيها في القرآن نادرة جدا مثل الفرائض وهكذا. إذن ابن حبان إنما يتحدث عن معنى آخر، ولكن يبدو والعلم عند الله تعالى أن الحافظ ابن حجر ما راجع لكلام ابن حبان نفسه، وإنما اعتمد على من نقله، مع العلم أنه قبل ذلك أومأ إلى هذا لكن ما صرح باسم ابن حبان،
فيمكن أن يكون أيضا اعتمد على غيره وهو في ما حكاه عمن قال عن المتواتر إنه لا يوجد أصلا. ذاك كلام أو هذاك مفهوم كلام ابن حبان، لا أقول عينه لأن هذه مسألة أفهام تختلف، فأقول ذاك يمكن أن يفهم من كلام ابن حبان، لكن الحافظ ما ذكر اسمه، فهل وقف على الاسم أو لا وتعمد إخفاءه؟ الله أعلم بحقيقة ذلك، لكن المهم أن هذا الكلام الذي نسب لابن حبان غير صحيح. إذن ما ادعاه أبو بكر بن العربي هذا غير صحيح، وكلام أبي عبد الله الحاكم لا تصح نسبته إليه بهذا المفهوم، فهو يتحدث عن أحد الرجال أو بما تزول الجهالة عن الرجل. ابن حبان ما قال هذا الكلام. إذن من الذي يشترط العدد في الرواية؟ بقي أبو علي الجبائي، هذا أيضا قلت يتحقق من كلامه، لكن أنا لا أستبعد صدور هذا من معتزلي، بل نقول ليتهم يقولون هذا الكلام لأراحون من عناء كثير، يعني سيقبلون رواية الثلاثة والأربعة وهلم جرا، فسيصححون بعض الأحاديث وليتهم يقولون بهذا. فالشرور تتفاوت، بعضها أهون من بعض. طيب الرابع الغريب، سأتيح الفرصة، يمكن يعني يكون عندكم بعض التساؤلات، نترك يعني وقتا إن شاء الله تعالى للأسئلة، تفضل. والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر، وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا، فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. وقد يقع فيها. طيب خل الباقي. تقدم معنا المتواتر والمشهور والعزيز، وهذا هو القسم الرابع وهو الغريب. طبعا هذا كله باعتبار تقسيم الخبر عدد. قال عن الغريب، هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، يعني أن يتوفر هذا العدد في طبقة من الطبقات، فهذا يكفي في جعل الحديث غريبا، مثل أن يروي الحديث صحابي واحد ويرويه عن هذا الصحابي اثنان من التابعين، وعن كل واحد من هذين الاثنين يرويه اثنان من أتباع التابعين وهلم جرا، فصار العدد الآن أو فصار هذا التفرد من جهة الصحابي فقط، يعني الصحابي هو الذي تفرد بهذا، وأما في طبقة من بعد الصحابي فيوجد
العدد الذي ينفي هذه الغرابة. وقد يحصل العكس، مثل أن يرويه صحابيان ويرويه عن هذين الصحابيين تابعي واحد، هل يتصور هذا؟ نقول يتصور ولكنه قليل. فهناك بعض الأحاديث التي يرويها صحابي يرويها تابعي واحد، مثل أبي صالح ذكوان السمان حينما يروي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، ويكون هو المتفرد عنهما. فصار التفرد الآن لا في طبقة الصحابة وإنما في طبقة التابعي. هذا يحصل ولكنه قليل. ومن أهم ما يشار فيه إلى هذا ما يسمى بالتفرد النسبي، سنأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والتفرد النسبي لا يعني التفرد المطلق، فقد يكون الحديث متواترا وفيه تفرد نسبي، وقد يكون مشهورا وفيه تفرد نسبي، وهكذا. لكن الكلام الآن بداية على الفرد المطلق أو الغريب المطلق، وهو إذا كانت الغرابة فيه في أصل السند، يعني من جهة الأعلى. فربما كان التفرد في الصحابي فقط، مثل ما وصفت بأن يكون هناك صحابي وروى عنه اثنان، وعن الاثنين رواه أربعة وهلم جرة، فالتفرد هنا صار في الصحابي، فإذا هو أصل السند. وقد يكون التفرد في التابعي والصحابي، مثل ما لو روى نافع عن ابن عمر حديثا ولا يرويه غير نافع، وعن نافع رواه عدد، فصار أصل السند الآن من هو؟ نافع، ويلتحق به أيضا ابن عمر، يعني مثل أصل الشجرة تماما. لا نجد طرق أخرى بحيث تكون أصولا تؤيد هذا الطريق، لا عن ابن عمر ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وقد يكون أصل السند دون التابعي، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فالتفرد من جهة الصحابي وهو عمر، والراوي عنه وهو علقمة، والراوي عن علقمة وهو محمد بن إبراهيم التيمي، والراوي عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، فصار أصل السند الآن هو يحيى بن سعيد الأنصاري، مثل تمام ما قلنا أصل الشجرة ومن تتفرع الأغصان. فوجود الأسانيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذا يدل على أن هذه الأغصان أو هذه الأسانيد تجتمع في أصل. فالأغصان الشجرة حينما تجتمع من هنا يبدأ أصل الشجرة. الشعاب حينما تجتمع في مكان واحد لتشكل واديا، هذا يسمى أصل الوادي، وهكذا. فهذا بالنسبة للغريب المطلق أو الفرد المطلق. والضابط في هذا أن الفرد المطلق لا يرد إلا من طريق صحابي واحد، لكن قد ينفرد به الصحابي فقط، وقد ينفرد به من دون الصحابي أو من دونه، وهكذا. لكن هناك الغريب النسبي أو الفرد النسبي، قال على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة، يعني المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، آحاد، كلها سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر الواحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. إذن هناك فرق بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. ففي اللغة خبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، بمعنى أن ما يرويه اثنان أو ثلاثة لا يقال له خبر واحد، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فكل ما لم يجمع شروط المتواتر فهو خبر آحاد. طبعا مضى التعليق على مثل هذا بما يغني عن الإعادة. قال: وفيها أي الآحاد
يعني أخبار الآحاد المقبول وفيها المردود، وهذا صحيح. يعني لا يلزم أن يكون الخبر الواحد ضعيفا، بل قد يكون فيها ما هو مقبول، بل يمكن أن يكون صحيحا، لأن المقبول يشمل الصحيح والحسن. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله دائما يعبر بالمقبول عن الصحيح والحسن، بدلا من أن يقول فيها صحيح وفيها حسن يعبر بهذا التعبير وهو المقبول. وقد يكون فيها ما هو مردود، فليس الوصف المبني على التعدد بلازم بالحكم، لا يلزم منها الحكم، إنما نتحدث الآن على مسألة العدد. طيب، قال المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وبطبيعة الحال الذي يجب العمل به بالدرجة الأولى هو الصحيح، والحسن عند من يقبله. لكن تعبير الحافظ هنا قد يدخل فيه الحديث المرسل، لكن هو قال عند الجمهور، إنما قد يكون من الجمهور مثلا أبو حنيفة ومالك رحمة الله تعالى عليهما، ولا يرد للإمام الشافعي كلام في هذا الحديث، ويرد عن الإمام أحمد مثلا أنه أعل هذا الحديث، فهل يقال الآن هذا الحديث صار مقبولا عند الجمهور؟ هذه إشكالية. لذلك الأولى أن يقال عن المقبول إنه هو الصحيح والحسن الذي يجب العمل به عند الجمهور. لو قال هذا لكان هذا أبعد عن الإشكال، وبخاصة أنه يتحدث الآن عن قواعد أهل الحديث، والحديث المرسل كما سيتحدث عنه الحافظ ابن حجر نفسه أنه ضعيف عند جماهير أهل الحديث، مردود، وإنما قبله طبعا بتفصيل بعض الفقهاء كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال وفيها، يعني في أخبار الآحاد المردود. طيب، ما هو المردود؟ قال هو الذي لم يرجح، لو قيل لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما على ما سيأتي. إذن المردود هو الذي لم يترجح لنا صدق المخبر به، فكأن الميزان في هذه الحال أن يكون هناك في نفس الناظر في ذلك الحديث هاجس يترجح معه إما رد هذا الخبر أو قبوله، أو بهذا التعبير يترجح صدق المخبر أو يترجح ضد ذلك، يعني أن لا يترجح صدقه. هذا في الخبر من حيث هو خبر، لكن في الحديث ربما صدقت المخبر، ولكن عمن أخذ هذا المخبر وعمن أخذ شيخه، فلا بد من توفر باقي الشروط. لكن هو الآن يتحدث على الأخبار جملة، ولا يتحدث على أو لا يتكلم على الأسانيد بتمامها، لأن هذا له تكملة فيما سيأتي من الكلام إن شاء الله تعالى، خاصة فيما يتعلق بالسقط في الإسناد. طيب، قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. نعم، الأخبار لا نستدل بها إلا بعد البحث عن أحوال رواتها، وهو ما سميناه سابقا أنه يفيد العلم النظري، يعني بعد النظر في هذه الطرق. قال دون الأول وهو المتواتر، يعني استثنى المتواتر، والمتواتر المستثنى هنا هو المتواتر ماذا؟ الذي يفيد العلم
كأنكم تعبتم. ها هو الذي يفيد العلم الضروري، هو الذي لا يبحث عن أحوال رواته. قال: فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، يعني هذا الذي يفيد العلم الضروري، بخلاف غيره من أخبار الآحاد. قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، يعني من أخبار الآحاد، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. بطبيعة الحال يعني لا بد أن يكون هذا التقسيم موجودا، إما ثبوت الصدق وإما ثبوت الكذب وإما يعني التوقف حتى بعد التبين. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. وهذه مسألة مهمة حتى في الرواة، فهناك في بعض الأحيان بعض الرواة الذين لا نجد لأهل العلم فيهم جرحا ولا تعديلا، وهو الراوي المسكوت عنه، وقد يقال عنه إنه مستور، لكن بعض الرواة نجد كلاما للأزدي في تضعيفه، والأزدي كلامه غير معتبر عند كثير من أهل العلم. وممن جرى على هذا الحافظان الذهبي وابن حجر في كتبهما التي توسعت كتهذيب التهذيب وميزان الاعتدال وهلم جرى، فلا يأخذان بتضعيف الأزدي إلا في هذه الحال، مثل أن يكون هناك راوي لم يتكلم عليه أحد من أئمة الجرح والتعديل جرحا ولا تعديلا، لكن وجدنا تضعيف الأزدي فيؤخذ بتضعيف الأزدي. لماذا؟ لأن رد روايته حاصل بتضعيف الأزدي وبدونه، فإن أخذنا بتضعيف الأزدي فهو ضعيف، وإن لم نأخذ به فهو أيضا روايته مردودة لأنه لم يوثق من إمام معتبر، فصار فيه توقف عن قبول روايته. نحن لا نجزم بأنه ضعيف إن لم نأخذ بتضعيف الأزدي، أو ما وجدنا للأزدي فيه تضعيفا فنحن لا نجزم بأنه ضعيف، قد يكون في حقيقته أنه ثقة لكن لم يتبين لنا أمره، فنحن نتوقف عن قبول روايته لكن نسميها ضعيفة لأنها لم تتوفر فيها صفة القبول، لا لأجل أنها ضعيفة في حقيقة الأمر، والله تعالى أعلم. ما بعد هذا من قوله وقد يقع فيها في أخبار الأحاد، يعني نتركه إن شاء الله تعالى للدرس القادم، الآن الساعة 7 وانتهى الوقت، وما يتبقى من وقت نتركه للأسئلة لمن أراد أن يستمع لها، ومن دب إليه النعاس وأرى النعاس اليوم ما شاء الله أنتم معذورون الليل قصير الآن، فمن أراد أن يمشي فجزاه الله خيرا على حضوره. وهنا يقول أحد الإخوة: عفوا شيخنا، هل هذا سبق لسان؟ قلت في آخر الدرس أن الكلام السابق كله في المتواتر المعنوي، ثم عقبت وقلت أما المتواتر المعنوي فهل قصدت أن الكلام السابق كله في المتواتر اللفظي؟ نعم، أنا قلت يمكن سبق لسان، أنا أقول أن التفصيل السابق في المتواتر اللفظي، أما المتواتر المعنوي فيعني بابه أوسع والاستدلال به أقوى، وهذا كثير في الحقيقة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك أيضا حتى أحاديث الشفاعة والرؤية، لأن بعضها ليس عين الحديث، وإنما يكون هذا حديثا في الشفاعة وهذا حديث آخر وهذا حديث ثالث وهلم جرة، لكن هي بمجموعها تدل على ثبوت الشفاعة، والله تعالى أعلم. تفضلوا إن كان عندكم أي سؤال. تفضل. جيد، ما الفائدة من تقسيم أخبار الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب؟
الفائدة أولا في التقسيم الفني، يعني الحديث الذي يرد لنا من طريق ليس كالحديث الذي يرد من طريقين من حيث تعدد الطرق، والذي يرد من طريقين ليس كالحديث الذي يرد من أكثر من طريقين. لكن الفائدة الأهم ما يتعلق بتعارض الروايات إذا وجدت، فربما تعارض عندنا حديثان، أحدهما مروي من طريق واحد والآخر مروي من ثلاثة طرق، فلو لم نستطع الجمع بين هذه الأحاديث فإننا سنلجأ للترجيح، وترجيح الحديث المروي من ثلاثة طرق على الحديث المروي من طريق هذا هو الأصل. طبعا قد تكون هناك استثناءات، مثل أن يكون الحديث المروي من طريق روي بأصح الأسانيد، والحديث الذي روي من ثلاثة طرق كل طريق منها فيه ضعف، فهنا قد يختلف الترجيح والله تعالى أعلم. طيب في سؤال آخر ولا؟ جيد أحسنت، يعني كان الأولى أن أذكر هذا في الكلام على الحاكم حينما تحدث عن الراوي الذي يزول عنه وصف الجهالة بأن يروي عنه اثنان، هذا تقعيد، ولكن هل عمل به أبو عبد الله الحاكم؟ الجواب لا، أنه لم يعمل به. فكم في المستدرك من الرواة وهم كثر، وعليكم السلام ورحمة الله، كثر أولئك الرواة الذين في المستدرك ممن لم يروي عنهم إلا واحد، فكيف يقول الحاكم هذا تنظيرا ثم يخالفه تطبيقا؟ هذا في الحقيقة إشكال من جملة إشكالات موجودة عند الحاكم، مثل أيضا كلامه على الحديث الشاذ بأنه ما يتفرد به الثقة، والشذوذ يلزم منه الرد، فإذا تفرد ثقة بحديث فهل معنى هذا أننا نرده؟ وعن الحاكم أخذ تلميذه أبو يعلى الخليلي، وصارت شهرة هذا الكلام لأبي يعلى الخليلي أكثر من شهرتها عند الحاكم، مع العلم أن الحاكم هو الأصل، الحاكم هو المؤثر في تلميذه أبي يعلى الخليلي. فالحقيقة أنه لا الحاكم ولا الخليلي يريدان حرفية هذه الرواية، لأن الحاكم كم صحح من الأحاديث التي يتفرد بها بعض الثقات، بل يتفرد بها من هو دون الثقات، بل الاعتراضات عليه في المستدرك تنبئ عن أنه قد يصحح أحاديث فيها بعض الرواة الذين وصفهم هو بالكذب ولكن نسي، والحافظة تخون صاحبها، مثل سهل بن عمار العتكي، الحاكم قال عنه في تاريخ نيسابور كذاب وصحح له في المستدرك، بل قد يكون صحح له أيضا على شرط الشيخين. فهذا مما أغلظ عليه الذهبي رحمه الله العبارة فيه. فهناك من التقعيدات ما يمكن أن يتجاوز، ولكنه مطروق في كتب علوم الحديث، وإلا فكلام أبي عبد الله الحاكم سواء في الحديث الشاذ وكذلك كلام أبي يعلى الخليلي وكذلك الكلام هنا في ما نقل عن أبي عبد الله الحاكم في الراوي الذي يزول عن وصف الجهالة، يعني كله كلام ينبغي أن لا يؤخذ بذلك الاعتبار، لأن عند الحاكم ما يناقض هذا، فماذا نصدق، هذا الكلام أو التطبيق؟ يعني ليس لنا إلا أن نأخذ بالتطبيق، ولعله أراد بهذا الكلام معنى لم يفصح عما في نفسه به من العبارة التي استخدمها، قد يكون هذا والله تعالى أعلم، وقد يكون رأيا سابقا ثم خالفه بعد ذلك، كل هذا وارد والله أعلم.
ما القول المفيد في الحديث المتواتر؟ هل لا يشترط عدد أو لا بد من عدد فوق الأربعة؟ وهل يوجد في السنة حديث متواتر على اشتراط العدد بلا حصر؟ ما أدري، يمكن الإسوار هذا وارد من النساء، يمكن بماذا تجيبون؟ يعني السؤال الآن مطروح لكم، من يجيب على هذا السؤال؟ عرفتموه؟ أعيده، ما القول المفيد في الحديث المتواتر؟ هل لا يشترط عدد أو لا بد من عدد فوق الأربعة؟ ها، يعني ليس عيبا يعني أن نقول ثم نختم، ما فيها مشكلة. لا، الآن الحديث على العدد ليس على الشروط الأخرى، فما القول الفصل في هذا؟ قولان يا شيخ، اشتراط العدد إيه؟ إذا كان محصورا بالحصر وعدم اشتراط الحصر. طيب إذا كان محصورا كم العدد؟ اثنين أو يزيد. طيب إذن أنا قلت إن التواتر في اللغة هو التتابع، وفي تطبيقات المحدثين تابعه فلان وهلم جرى، ما يدل على وجود المتابعة من اثنين فما فوق. وقلت الأصل الشرعي في مسألة العدد قبول الشهادة، يعني التوافق بين الشهادة والرواية موجود عند المحدثين سواء الخطيب البغدادي أو غيره ممن قرر هذا، لكن يفرقون بين الرواية والشهادة، ولا الأصل أن الرواية كالشهادة، هذا هو الأصل، إلا فيما افترق فيه. فالشهادة تختلف شهادة الرجل عن شهادة المرأة، أما في الرواية فلا تختلف، فرواية الرجل كرواية المرأة. يعني لا نقول مثلا نحن قبلنا مثلا رواية الواحد، أما إذا كانت امرأة فالمرأة نصف الرجل، لا بد أن تكون هناك امرأتان، لا ما نقول هذا، الرواية تختلف عن الشهادة في هذا وهلم جرى. فنقاط الافتراق بين الرواية والشهادة هي التي تستثنى، وإلا فالأصل أن الرواية كالشهادة، ومن جملة ذلك مثل مسألة العدد. كذلك أيضا قلت إن هذا هو الذي قرره ابن حزم، وهو الذي يظهر من كلام ابن حبان على ما ذكرناه، وهو الذي يمكن أن تنضبط به هذه المسألة، لأنها إن لم تنضبط بهذا يمكن أن تنضبط مثلا بإفادة العلم وإحالة العادة تواطؤهم على الكذب، ولكن هذه المسألة ستجعل الاختلاف كثيرا، خاصة الاختلاف المنهجي مثل ما نجده عند المعتزلة وغيره. فإذا ضبطت القضية بمثل هذه الضوابط فإنها يعني يمكن أن تضبط هذه المسألة بشكل جيد. كون من كتب في المصطلح لم يقل أحد منهم بعدد اثنين، ومن تكلم أيضا، طبعا نقلت أن هناك من نقل عن شيخ الإسلام، وأنا إن شاء الله تعالى سأبحث، لكن أيضا أنتم ضعوه في بالكم، إن وجدتم أن شيخ الإسلام أيد ابن حزم فهذه فائدة تخط بماء الذهب، لأنها من إمام بارع. فإن لم يوجد فالكلام الذي وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس فيه اشتراط العدد، ولكنه يتحدث على المتواتر جملة. لكن في الحقيقة أن من وقف على كلام شيخ الإسلام يحس من نفسه أنه يريد أن يضيق الدائرة في إطلاق المتواتر وجعله يعني حجة أو يحتجون به في عدم الاستدلال به في مسائل الاعتقاد، لذلك ناقش كثيرا وحاول أن يحيل الأمر على أهل الحديث، لأنه إذا أحال الأمر على أهل الحديث انتهى الإشكال. فأهل الحديث مثلا يصححون الحديث ويجبون العمل به، وقد يطلق بعضهم عليه وصف التواتر، ولكن هذا في القرون الثلاثة
يمكن يكون نادرا، وإذا أطلقوه فإنهم قد لا يعنون به المتواتر الاصطلاحي، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال الذي يقرأ في كلام شيخ الإسلام يحس أن عنده هذا النفس ومحاولة تضييق هذا الإطلاق في استخدام المتواتر، والله تعالى أعلم. لا، العلم الضروري غير العلم النظري، نحن نتكلم عن العلم النظري. أما الضروري هذا لا إشكال فيه، أي الذي يفيد العلم الضروري هو العدد اللي هو المتواتر الذي أو الخبر الذي روي بلا طرق محصورة، هذا ما يشكك فيه أحد لا مسلم ولا غير مسلم. لكن الكلام الآن على المتواتر الذي يروى بطرق أو الخبر المروي بطرق محصورة، هل تفيد التواتر أو لا؟ هذا الذي تكلمنا عليه. لماذا ذكر؟ يبدو فيه لا يزال عندكم بعض الأشياء غير الواضحة، والله أنا اجتهدت في التوضيح، لكن استثيروا العلم بالسؤال، يعني من لم يفهم يمكن أن يسأل حتى توضح بعض النقاط. لماذا ذكر الصدوق لماذا ذكر الصدق والكذب في القبول والرد ولم يذكر ما يتعلق بالضبط؟ صحيح، لماذا ذكر الصدق والكذب؟ السبب أن الحديث المردود وإن لم يطرق عليه بأنه موضوع أو مكذوب، لكن سبب رده الخوف من أن يكون هذا خطأ نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة، إذن مآلها إلى الكذب. لكن بما أن الكذب هنا غير متعمد وقد يقع الراوي في الكذب عن غير عمد، فإنهم يعبرون بهذه التعبيرات ضعيف لا يثبت إلى غير ذلك منكر وهلم جرة، لكن المآل في الحقيقة في الآخر إلى أن هذا الخبر مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا جزم بأنه لا يثبت. فالتعبير إنما يستخدم تلطيفا لأجل حال الراوي، فقد يكون الراوي مثلا عدلا في نفسه لكنه متكلم فيه من جهة حفظه، فيصعب أن نقول هذا الحديث موضوع، هذا كذب، اللهم إلا في حالات مستثناة يطرقها أهل العلم ككون الحديث يخالف قاعدة من قواعد الإسلام العظام أو نحو ذلك، فيحكم على الحديث ويبين أن هذا قد يكون دخل على الراوي بطريقة أو بأخرى، والله تعالى أعلم. تفضل. هل هناك من قال أن الحديث إذا كان مستند والحس هو يفيد العلم القطع اليقيني للحواس الرؤية والسماع؟ تعيد السؤال. إذا كان مستند الخبر الحس، فهل هناك من قال إنه يفيد القطع؟ طبعا هذا يختلف، فإن كان مع باقي شروط المتواتر فنعم يقولون بأنه يفيد القطع، لكن إذا اختلت شروط المتواتر مثل أن يكون آحادا، فهل يمكن أن يقطع للآحاد بأنه يفيد القطع؟ هذه المسألة ستأتي قريبا إن شاء الله تعالى عند الحافظ، لأنها ما استكمل المبحث بعد. فمن الأخبار الآحاد ما يفيد العلم، وبعضهم يعبر بالقطع مثل ما نجده عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، مرة يعبر بالعلم ومرة يعبر بالقطع، والمقصود بالعلم القطع، لأنه يعني مفاد العلم القطع. لكن أيضا هذه تختلف باختلاف الحال، فإذا كان الذي حدثك شخص لا تشك في خبره وقال لك أنا تأخرت لأني وجدت في الطريق حادثا
وأخذ يصف هذا الحادث بما فيه من وفيات وإصابات وإلى غير ذلك. فأنت في هذه الحال تقطع بصحة هذا الخبر. لماذا؟ لأنك تقطع بصحة المخبر. لكن إذا كان هذا المخبر صادقا ولكنه ينقل عن غيره، وهذا الذي نقل عنه يمكن أنت لا تعرف حاله أو ربما كان ضعيفا، فأنت لا تقطع بصحة الخبر في هذه الحال مع قطعك بصحة المخبر. فصفة الرواية هذه بابها واسع. أعيد السؤال. الحاكم أو ابن حبان قصدك؟ ابن حبان هو يعبر عن معنى في نفسه، وليته أوضح أكثر. يعني هو في مقدمة صحيحه يتحدث عن شروطه في هذا الكتاب، وأطال يعني الكلام على الشروط التي اشترطها، ومن جملة ذلك الرواة الذين يخرج لهم، وبين أنه قد يخرج لبعض الرواة الذين تكلم فيهم بعض أهل العلم، ومثل بحماد بن سلمة، وذكر أن حماد بن سلمة هناك من تكلم فيه لأجل كذا والجواب عنه كذا، وهناك من تكلم فيه لأجل كذا والجواب كذا، فيحاول أن يدفع عن نفسه لماذا يحتج بمثل هؤلاء. طبعا هو ذكر غير حماد بن سلمة، ذكر مثل محمد بن إسحاق وغيره، فيقول أنا قد أخرج لهؤلاء، كأنه يقول أنا مجتهد وحجتي هي ما ذكرته في هذه المقدمة. ثم عرج على هذا الكلام الذي ذكرته بأن جميع الأخبار أخبار أحد. فلماذا ذكر هذا وأقحمه في هذه المسألة؟ هل لأجل أن يقول لا ينبغي أن يعترض علي بأني أخرج أحاديث قد لا تكون ثابتة عند قوم لأنهم يشترطون في الصحيح مقدارا زائدا وهو التواتر مثلا، وأنا قد أخرج حديث لا تكون متواترة عند القوم، فأنا أرد عليهم بأن ما ذهبوا إليه غير صحيح، لأنه لا يوجد في السنة أصلا متواتر بناء على قولهم، ولكن عبر بهذا التعبير حينما قال وجميع الأخبار أخبار آحاد، ولا يوجد حديث أو خبر من رواية اثنين يروي كل واحد منهما عن اثنين، وكل واحد من الاثنين يروي عن اثنين حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. يبدو أنه أراد هذا المعنى، والله تعالى أعلم. نعم. تفضل. هل يوجد حديث متواتر لفظي بغير طرق محصورة؟ أنا لا أعرف حديث قصدك، أي أنا لا أعرف حديثا، بل أكاد أجزم بأنه لا يوجد حديث بهذه الصفة. لا نعرف حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له طرق محصورة. كل الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها بطرق محصورة، ولهذا قال ابن الصلاح فبناء على هذا لا يوجد حديث متواتر اللهم إلا أن يدعى في حديث من كذب علي، وحديث من كذب علي طرقه محصورة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.